مني بدات كورونا ما بقاش عندنا البيع والشراء والو ما كاينش. كان قبل لا تكون كورونا كنا كنبيعو ونشريو، دابا الناس كتخاف ما بقاش كتزعم تقدا كما كنديروا داك الشيء كيرجعوا العواش عاوتاني قشاوش ما كيتهزوش. خرجنا نخدموا والو الحركه عيانه ما كديش حتى فلوس السلعه ما كديهمش واش كتقدا حركه عيانه بزاف. كنطلب الله يجيب الشفاء والله يحيد علينا هذا الوباء وليام ترجع المجاريه والله يخلي لينا سيدنا الله ينصره الله ينصره. ماشي بحال هذا العمال اللي فات هذا العام شويه ناقصه القضيه لا في كل شيء. اي عواشر دازت ناقصه مع كورونا وهذا المرض دازت. اي عواشر ماشي بحال كي كانت. انا كنبيع شويه الاعشاب كنجيبو من هنا من القيصريه هذه الجمله من الشاويه الثمنه ديالها مناسبه وني يا خويا الرواج ديما كاينش ماشي بحال الصيف هذا العام ما كاين صيف ما في كنبيعو ونشرو في هذا الصيف ما كاينش هذا العام الصيف. الشاري ما كاينش البراني ما داخلش للبلاد ما كاينش مع كورونا ما كاين لا بيع لا شراء لا شي حركه ديال واقفه حركه عيانه اخويا ما شاء الله. العواش ماشي بحال العواش اللي كانت مسبقا دابا العواش شويه ناقصه شويه ما كاينش رواج مزيان وما كاينش الاستقبال على هادشي كلشي كاع حيت كورونا والمشاكل ديال الظروف ديال الانسان وبزاف المشاكل بزاف. كنبيع في الدار نحاس بعض المرات كنبيع بمرات ما كنبيعش الرواج ما كاينش الرواج مزيان. نتقدا من القريعه من المسيره من اي بلاصه كنمشي لها. على البركه وليدي قضيه ناقصه شويه الله يحيد الباس الله يحيدنا الوباء والله يحيدنا الغضب والله يدير لنا شي تاغوت على الخير. الانسان المسكين راه مرت شويه مع الكره اللي كاين مسكين راه محل كذبش عليك رانا كاين قسمك كاين قصه صير الوليدات وكيخلص لك مولات لك. انا كاري ب 20000 ريال اخويا والله اختي 100000 في الشكار والله الا الدراري ناقصهم الماكله غايبين نديرو معديسات غايبين نديرو مشخشوخه غايبه باش نسيط لك راه باش مولات لك ما تخرجش حويجاتي. كتخدم في العواشر شويه ولا غير الله يجعل البركه.